الهجمه المرتده لو جبنا الصور نكمل الصور بقى تاكيدا لكلام كريم في باترن هم بيعملوه اسلوب او نمط معين متحفظين الهجمه المرتده بيعملوها ازاي. دي صور ولا في الصور نكمل طيب. بس الصوره الثالثه رقم ثلاثة هنلاقي ازاي هم بيعملوا الهجمه ده. اولا دي كانت ضربه ركنيه للوداد. بص حضرتك كلهم ايه في وسط ملعبهم. مين اول واحد بيطلعوا عليه؟ اللي هو اللعيب رقم 15 اللي اتكلمت عليه اللي هو قد يكون مفاجاه المباراه اللي هو نجوجبو اللي هو لعب مباراه الوداد الاخيره. نصغر بس الصوره سنه صغيره هنلاقي ان نجوجبو هاي الكره بتتلعب له. كمل الصوره معمول عليه رقم 15 هو واضح هناك. تمام نكمل الصوره اللي بعدها استاذ سمير. بص الكره اتلعبت فين لرقم 15. مين اللي قطع من ورا بقى؟ ده سمير نوركوفيتش. سمير نوركوفيتش قطع ازاي؟ متحفظ هيجري في العمق بتاع الدفاع رغم ان اللعيب ده عنده 35 سنه اللي هو سمير نوركوفيتش او كبير 29 سنه يعني لعيب كبير برضو وطويل القامه المفروض ما يبقاش سريع. الا ان هو بدنيا قوي جدا ومكمل دايما في العمق. بص الاسلوب بتاع الباترن بتاعهم متحفظين. هو لعيب واحد بس في الهجمه المرتده اللي هو واحد من الجناحين بيبقى واقف تحت عايز يعملها عشان سمير نوركوفيتش يقطع في العمق. كمل الصوره اللي بعدها شوف سمير نوركوفيتش اهو الصوره واضحه قوي هنا. بيلعبها رقم 15 لنوركوفيتش دايما ايه بيسرق المدافعين. ميزه نوركوفيتش سرقه المدافعين. بيعملها ازاي؟ عاملها ورا خط الدفاع المتواجد على نص الملعب وبالتالي عندك مساحات كبيره جدا خلف خط الدفاع. بالظبط كده. بس ده الباترن اللي هو نوركوفيتش زي ما حضرتك تفضلت وقلت اهو مقطع فين في العمق. كمل يا استاذ سمير حاله ثانيه برده نفس الفكره. وانس ان هم قطعوا الكوره يعني قطعوا الكوره من وسط الملعب عندنا نوركوفيتش بيجري ما بيفكرش بيجري متحفظ ملوش دعوه بحاجه. وانس ان انت قطعت الكوره دي اسمها سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. ازاي الفريق ده بيطبق الدفاع زي ما اتكلمنا الا ان هو برده عنده ميزه التحول من الدفاع للهجوم. مهم جدا ان ديانج السوليه حمدي فتحي اي حد هيبدا في وسط الملعب قفشه ما يفقدش الكره في وسط الملعب. ليه؟ لانها لو اتقطعت هتلاقي نوركوفيتش ولازم واحد من الاثنين الارتكاز بتوعنا او الثلاثه لو بدانا بثلاثه او من المساكين يخلي باله من نوركوفيتش. مين المان بتاعه لما يجري في العمق ده؟ مهم جدا. لازم تفسد عمليه الهجمه المرتده بتاعتهم وده دور اللي هو الارتكاز اللي جنب الارتكاز اللي هو اللي جنب عمرو السوليه مثلا اللي هو حمدي فتحي او ديانج. مهم جدا مراقبه نوركوفيتش في الهجمه المرتده. نكمل نفس الكلام الجون اللي جابوه في الوداد اللي هو الهجمه المرتده نوركوفيتش جرى فين في العمق ده من قبل ما نشوف حتى مباراه الوداد اهي نفس الفكره اتطبقت اتلعبت بالعرض نوركوفيتش ما بيفكرش جاري فين في العمق. اذا ده اسلوب متحفظ. انا اول ما اقطع الكوره هلعب لواحد من الاجنحه او للظهير عشان نوركوفيتش ايه هيقطع في العمق لازم نخلي بالنا من تحركات نوركوفيتش ده اهم لعيب فيهم اللي هو المهاجم الصربي. تمام.